تعرض للعنف، تعرض للضرب، تعرض للإهانة، تعرض لشتى أنواع التعذيب. ضرب ضرب مبرح، ريت ضرب مبرح في رمضان مشيت له والله 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 على قد خلى لي 10000 مصروفاتين باش نشري الزيت باش نطيب. قتلني قتلني بشهود، بعدها حداد بشهود وما شكيتش. هذا قال لي ماما ما تشكيش بيه، ما دخلش بابا الحبس. ريت نتنازل على ولدي، نتنازل على ولدي. هذا من بعد كيدخل الحبس يقول لي بابا وينه، يقول باباك في الحبس. طفل ولا هيستيريا عم يفركس فيه، يقولوا بابا اعطيني فلوس، اعطيني اعطيني باش نشري دوايا، اعطيني كم نشري دوايا. كان جا ما عندوش والله نصبر معاه، نقول ميساج خبز وما ميساج، هذاك الدور هذاك شاطاني ربي. بنات الناس ماهيش لعبه، بنات الناس عندك مسؤوليه، تحمل مسؤوليتك، عمرت اسره تحمل مسؤوليتك. صرت جي بي كي ديبرسيون والله، نعيط ونصيح وحدي في الدار، ما عرفتش والله ما عرفتش، ما عنديش. وكان جو عندي فلوس نمشي نتزاير بلادي، نمشي دارنا يوقفوني والله على جده تونسيه. بابا ولد لافايات، ريت احنا برك الدم تخلط في بعضنا. بصح نقول تونس بلادي نتشرف بيها وعايشه فيها بلوس دو 13 اون، سي بلادي نشطر عمري هكا ولا لا؟ تو تخسر عليا تقول لي برمشي روحي لبلادك، هزي ولدك وامشي. أخت جزائرية من الشقيقة الكبرى الجزائر، في بلادك ماكش في بلاد أخرى، متزوجة من تونسي وعندك مشكلة كبيرة برشا، حبيت توصل صوتك للمسؤولين، حبيت تلقى حل قانوني بطبيعة الحال. عرفنا بروحك واعطيني شنو مشكلتك بالضبط. السلام عليكم، أنا اسمي مقيمة في تونس منذ 2008، عرس 2008، عرس 2013. من اللي عرس وانا في مشاكل كبرى مع الزوج متاعي. زوجك تونسي؟ تونسي، تونسي تاجر، تاجر واموره متيسره، كان يصرف لاباس عليه وفهمتني. ومن بعد الاوين هذه الاخرى بدا مشاكل تاع مصروف تاع عنف، وما حبش يقري ولده فهمتني. يعني يدخل يعمل سبور يبطلوا من سبور، اي حاجه يقول لي ما فماش فلوس، ما فماش فلوس. وتبارك الله تاجر يعطيك الصحه، قادر باش يلبي طلبات ولده وطلباتي انا فهمتني. المشاكل مشاكل العنف، تعرض للعنف، تعرض للضرب، تعرض للاهانه، تعرض لشتى انواع التعذيب. والله العظيم والله والله ربي شهد عليا، تعذيب ريت عنفني هو وامه وعائلته. شكيت بهم اخر ما عملت، اخر ما صدر مشيت قلت يلزم يعملوا التزام، لازم نعمل حد بيني وبينهم. عندي صافي نهار لحد مشيت عاونته بحكم دجاج ويذبح وحده، مشيت عاونته كملت. شوف لو كومبل حاشك سب الدين، كفر عليه هو امه واستغفر الله، وطردني من الحانوت وخرجي وعنفي ولده معايا هكاكا. يا رسول الله فماش قانون، فماش بلاد، فماش حاكم في البلاد؟ ما تونس 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 تاع حاكم تاع قانون، وقانون ضد المراه، وقانون اللي يحمي المراه واللي يحمي الاسره والطفل موجود. وين شكيت محب ريت بلي نكون نقول زوجي ونقول بو صغيري بالك شي يتصلح، نعطي له فرصه بالك يتصلح. صافي ديزون ما حبش يتصلح، ياك ما شكيتش؟ شكيت بس السلطات ما عملوا حتى شيء، الالتزام ما عملوش. صافي طوي سومان اي لتيز اسبوع اي يعني. عندك اسبوع ملي قدمت شكوى في مركز الامن، هكي. مركز الامن اي، وما اتصلوش بهم، ومازال لي نتعدت نتعرض للعنف، وجاوني للدار وهدوني نصلي باش يفكوا لي طفل ويهربوا لي به. فهمتني علاش قلت لك عنف وحاله هستيريا؟ انا وطفل والله العظيم وصلت جي بي كي ديبرسيون والله، نعيط ونصيح وحدي في الدار ما عرفتش والله ما عرفتش. ما عنديش، وكان جو عندي فلوس نمشي نتزاير بلادي، نمشي دارنا يوقفوني نمشي فهمتني. في بالهمش انا دارنا ما حكيت لهم حتى تونس بلادك. نعرف بلادي ونتشرف بيها وتحيه تونس فهمتني، بصح مش هكاكا، مش هكاكا. بنات الناس ماهيش لعبه، بنات الناس عندك مسؤولية تحمل مسؤوليتك، عمرت أسرة تحمل مسؤوليتك. شنو السبب باش عملها؟ والله ما نعرف، حكم الظروف. صح الظروف لعبت كلها، نحن نقول الحمد لله لعبت، فما ما أهون منا، فما ما لعبت تحت الصفر، نحن نقول الحمد لله عايشين كالعباد وكيف الناس وخا الناس الحمد لله. تي شنو ما فهمتش أنا شنو السبب، تو ما زلت ما فهمتش. حتى ولده والله ولده زاد البارح جا البابا قال له أعطيني مرض لي وهزيته بالفلوس والدنيا، وكورونا كورونا كورونا يلزم له تريتمون، الطبيب تاعو تاع حساسيه هزته ديريكتومون. شنو عنده واحد دو جور ولدك تاو مريض بالكورونا؟ ايه خسر عليا 20 دينار،
20 دينار تاع ركوبي تاع مشي تاع جاي تاع دواء تاع شنو؟ يا مدام معليش مش حاطط له حتى بافيت. عنده اي سومان من برد مش صافي دو جور مليها زيت الطبيب بصح كملها صاي الطبيب يعيشك قال لي عديها خفيفه طول وغدا دواء تاع السخانه ولا اخر فهمتني سي تو. تو وقت المرض وقت الشده وقت شكون يلقاو ما نلقاو الراجل اللي يحمينا هكا ولا لا الزوج اللي يحمي الاسره هكا ولا لا ولا تو مشيت ليه الحانوت بسي باش عطى لوليدي دي زينه قالوا هكا البارح عطيتك اليوم نعطيك سي بون. الطفل ولا هيستيريا عبي يفركس فيه يقولوا بابا اعطيني فلوس اعطيني اعطيني مشري دوايا اعطيني كم مشري دوايا تو جاي تدخل المكتب جاي ادوات جاي لا حول ولا قوه الا بالله كان جا ما عندوش والله نصبر معاه نقول ميساج خبز وما ميساج هذاك الدور فهذاك واش عطاني ربي مي انسان متيسر وانا عندي تقني سامي في الصحه تقني سامي في المحاسبه والتسيير نخدم انا على ولدي وقت يكون في مسؤوليتي انا تو تحملت مسؤوليتك سي بون عملت اسره سي بون هكا ولا لا مدام شنو هو وين ماشيين بيها وين ماشيين ما يخافوش ربي فما عباد ما تخافش ربي والله العظيم سي مالوغو والله عايشين في تونس تونس فيها البلاد الناس المؤمنين لقيت ناس المؤمنين ناس باهيين والله فيها برشا ناس باهيين بارك الله فيكم انتم من اهل الناس الباهيين والله والله على جده تونسيه بابا ولد لافايات ريت احنا برك الدم تخلط في بعضنا بصح قلت تونس بلادي نتشرف بيها وعايشه فيها بلوس دو 13 اون سي بلادي نشطر عمري هكا ولا لا تو تخسر عليا تقول لي برمشي روحي لبلادك هذا اي امشي روحي لبلادك خلي الاتات الاتات تحكي على الاتات نسيت تموت هكا ولا لا شنو هو الاتات برا روحي لبلادك هكا كان ما تسمح فينا وفي وردك هذه وردك وامشي معقوله اي لا حول ولا قوه الا بالله وربي يهدينا على بعضنا وكا هو حبيت نوصل صوتي برك عرفت العنف لفظي ولا عنف لفظي وما معنوي الكل شتى انواع العنف شتى انواع ضرب ضرب مبرح ري ضرب مبرح في رمضان مشيت له والله 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 على قد خلى لي 10000 مصروفاتين باش نشري الزيت باش نطيب كي تعرف في رمضان مصروف قتلني قتلني بشهود بعدها حداد بشهود وما شكيتش هذا قال لي ماما ما تشكيش بيه ما تدخلش باب الحبس اريد نتنازل على ولدي نتنازل على ولدي هذا من بعد كي يدخل الحبس يقول لي بابا وينو قول باباك في الحبس نازل على ولدي بصح ما وريتي هذاك التنازل والتسامح وحاجك تخو بون تخو كون لا لا يلزم نعمل حل حد ما لقيتش الحل شنو المطلب نتاعك بالضبط اللي توجهه للصوله ما نعرف شوفوا لي ينظروا لي لمسالتي شوفوا لي حل ما لقيتش حل لا خاطرش ريت بور فواياجي جي لا كارت سيجور ميته باش يعاودها لي تو ما حبش يعاودها عندها 3 زون فهمتني الاقامه نتاعك يعني وفات في تونس الصحة وفات من 2019 من اللي جات الكورونا لا جديت الدوسي باش نعاودها مولد راه يحمل دي وردك عمل لي كونتراتو باش نعاودها بصح تو كيكس ما عندكش الجنسيه التونسيه نو نو ما عنديش ما خديتش الجنسيه التونسيه لا تو ما نعرفش الحل خليته بيديكم انتم ولا كمعنيين كسلطات كدوله فهمتني يعني يلقالك حل مع راجل يعطيك الصحه لا لا باش نطلق ريتي انا من يتموش ولدي بعد ريتي افيك تو سكي لافي ما يتموش وغدوه مغدوه ما يكون كان بوه ريتي باه يخيب بوه ابغض الحل عند الله الطلاق ما نطلقش انا ميساج نعيشو سيباغي مي بوه غدوه مغدوه يجي لدارو ويجي تفقد ولده يحمي ولده ما هو راجل يحمي طفل مش المرأة تحمي طفل وكلمه بولك نقول لك من رمضان وجلان ومن كلمه بوله فيه هستيريا ما نعرفش نعمل صافي قداش من رمضان باش نعمل باش نعمل يا ربي يا ربي دعيت لربي صليت استخرت يا ربي كيفاش نعمل دارنا كيجو قالي داركم يجو متزاير دارنا كيجو متزاير شنو محل دارنا كيجو متزاير توا المشكل بيني وبينك تو دارنا كيجو متزاير شحال يعمل المشكل فيك انت في هو المشكل زعما كونكو باش يلقاو حل فهمتني شنو الحل اللي راه هو صالح والله ما نعرف مخري جوسكا بريزون صافي 10 انا عايشه معاه والله كل مرة يطلع لك بنا تعرض للعنف تعرض للضرب تعرض للإهانة تعرض لشتى أنواع التعذيب ضرب ضرب مبرح ريت ضرب مبرح في رمضان مشيت له والله 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 على قد خلى لي 10000 مصروفاتين باش نشري الزيت باش نطيب قتلني بشهود بعدها حداد بشهود وما شكيتش هذا قال لي ماما ما تشكيش بيه ما تدخلش باب الحبس أريد نتنازل على ولدي هذا من بعد كي يدخل الحبس يقول لي بابا وينو قول باباك في الحبس الطفل ولا
هيستيريا عم يفركس فيه يقولوا بابا اعطيني فلوس اعطيني اعطيني باش نشري دوايا اعطيني كم نشري دوايا. كان جا ما عندوش والله نصبر معاه نقول ميساج خبز وما ميساج هذاك الدور فهذاك شعطاني ربي. بنات الناس ماهيش لعبه، بنات الناس عندك مسؤوليه تحمل مسؤوليتك، عملت اسره تحمل مسؤوليتك. صرت جي بيكين ديبرسيون والله نعيط ونصيح وحدي في الدار ما عرفتش والله ما عرفتش ما عنديش. وكان جو عندي فلوس نمشي نتزاير بلادي نمشي دارنا يرقفوني والله على جده تونسيه بابا ولد لافايات ريت احنا برك الدم تخلط في بعضنا. بصح قلت تونس بلادي نتشرف بيها وعايشه فيها بلوس دو 13 اون سي بلادي شطر عمري هكا ولا لا تو تخسر عليا تقولي برمشي روحي لبلادك هزي ولدك.